خلاص 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 دبرنا هنت. انا يوم من اني صغير قطحت على راسي وطلع لي صعرور، وامي سوت لي خلطه سعارير وحطيتها وطبت. طب وش تنتظر؟ روح لامك خلها تعطينا خلطه السعارير علشان نعالج السعروره. طيب يلا بسرعه. اصبر اصبر يا ولد. اي متوني واصل عنده. السلام عليكم ابو علي. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف الحال؟ الحمد لله. نبغى منك طلبات بسيطه. تفضل حبيبي. نبي ايش؟ كركم موجود. نبي حلبة موجود. بردقوش؟ في شيء اسمه عندكم بردقوش؟ نعم حبيبي موجود. يا يمه هذا صعرور ترى مو بخلطة نفاس. الله يخليك ترى تحب تمدحني. خلاص عطني بردقوش. موجود. جهز لي يدك. ها ابشر حبيبي جهز لك يدك. ولا ما دام الخلطة راح لها أكثر من ساعة الحين ما لها أثر بإذن الله. أجل مال هاثر ها؟ الحين وش نسوي؟ ها؟ وش نسوي يا أبو الخلطات وش نسوي؟ ها؟ انقلع! أبي أبي! أبي أبي! رافع كأس العالم نزله نزله زي ما اتفقنا كفتة ها؟ يا مرحبا أبو حي الله أبو عاير. هل بقع؟ أبو كلب اللي يلي في راسك وشرعه. يا هلا والله ومسل على البخور البخور البقع البقع حياك 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 تفضل تفضل. الله يبزيك الله يطيبك من الجنة. يا هلا والله في أبو عايض خير من جانا. البقع يا مرحب يا رجال جل والله لكم وفيتوا وكفيتوا بس أنا جاي باخذ ورعي عايض. عفو عليك يا أبو عايض هذا مو هو بواجبك واجبك بعير لكن درنا دورنا ما لقينا. الله يبيض وجيهكم الله يبيض وجيهكم. وجهك تفضل تم عشاك. عساه طبعكم حنا من ربعكم. سم بالله بسم الله بس يا رجل جيلة ورعي عايض وينه؟ ورعك عايض مع الاستاذ ياسر عنده حصة تربية فنية. تربية فنية وشان هي؟ رسم رسم. يرسم؟ ايه يرسمون. ايه خلوه يرسم خلوه يرسم. وانت كل كل بسم الله. وانتم مراكم ما تاكلون؟ كلوا يا عيال. السلام عليكم. عليكم ما عش... أبك العلم وشانه هذا النفدك يا ولد أبوي. خلاص ما عاد نكمل هالمشروع. اتصلي على أولياء الأمور أو ارسلي لهم بالجروبات قولي لهم عزلنا قفلنا كرهنا الشغلة. أول شيء بطل صياح وركز معي الحين. مو أنت تقول إن المشروع هذا مربح ومدخل عليكم ذهب؟ إلا بس جتنا عين وبعدين البزران ذولي شغلتهم شغلة كل يوم جايتنا مشكلة. أقول بلا عين بلا خرابيط. التربية ومدارات الأطفال هذا علم وفن مو بس تجارة. يعني؟ يعني أنت سلمني المشروع واعطيني رأس المال وأنا أنفذلك بس بشرط الأرباح النص بالنص. وشلون؟ أنا أقول لك شلون. أنا أعرف بنات كثير خريجات رياض أطفال وجالسين في البيت. أنا أتعاقد معاهم وخليهم يمسكون المشروع وأنا أديرهم. ها وش قلتي الرأس المالي؟ تم بعد ما تقدم لنا إن شاء الله ضمانات اللازمة راح تحصل على دعم مضاعف. وشلون؟ يعني بدل ما أنت طالب نصف مليون نعطيك مليون. بعد افتتاحه لفرع رقم 50 عامر علي أصغر رجل أعمال سعودي هو ضيفنا لهذه الليلة. حدثنا أخ عامر عن البدايات التي أصريت فيها على تنفيذ مشروعك. متى كانت الانطلاقة؟ من بعد فلقة أبو عايض. يا أخ وزع يا أخ عندنا أشغال الدنيا يا أخ بسرعة. يا جماعة يا جماعة يا جماعة التزموا الهدوء انتوا عشان نعرف مين اخذ رقم ومين ما اخذ رقم. ليش الحين تعطي رقم 6 وانا رقم 8 وانا جايين قبله؟ ها واضح ان في فساد واسطات بعد. اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحقيقه ودي اسجل ولدي عندكم يا اخوي بس اشوف اسعاركم غاليه شوي. الله يطول عمرك ترى ناخذ على الراس 700 ريال في الشهر وترانا كاسرين سعر السوق. ودور في الحضانات اللي حولنا اذا لقيت ارخص من كذا تعال نسجل ولدك ببلاش. شكرا لله.
سجل سجل الولد سجل. وش اسم الولد؟ عبد المجيد. الأب صالح. الأم وشو؟ الأم نورة. خذ راح غرفة الفحص عند الأستاذ شكوش، هناك تأخذ القبول النهائي. بدي أسجل ولدي عندكم، الولد جاهز ودراهم موجودة جاهزة. هد هد وانا اخوك، ايش فيك متحمس؟ هل يعاني ابنك من اي امراض؟ لا سمح الله. لا والله ما في الا العافيه، من شيطانته ولقافته صارت فيني انا الامراض. زين انك علمتنا، ما دام ولدك شيطاني اجل ادفع 2000 تامين و1000 ريال بدل خطر. ابد جاهزه، لو تبي 10000 بس اقبلوه. جبه. كح ثاني. افتح فمك. اسنانك مسوسه تاكل حلاوه. اللي بعده. السلام عليكم. وعليكم السلام. من فيكم ابو الثاني؟ واضحه يعني ما يبي لها، هذا الولد وانا ابو. اما عاد الله يعني معلش، وصدق انه كبير لكن شوف يا اخي اخلاق وجميل ووديع وعمره 10 سنين بس. ما شاء الله تبارك الله، كل ذا وعمره 10 سنوات وش تاكلون انتم؟ والله الصدق ترى ما خلى شيء ابد، كل ما شاف الثلاجه قضب اللي فيها وراح. سعله ذا.